مرحبا بكم في قناة قمريات. قبل بدء الفيديو نتمنى ان لا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس. ملخص كتاب الاكتئاب لكوان ماكنزي. المقدمة: بلا شك اننا جميعا نتعرض لتقلبات في المزاج من وقت الى اخر نتيجة تراكم الضغوط والمواقف الأليمة التي تعترينا، وربما ازداد علينا الألم الى درجة تصل بنا الى الاكتئاب. وليس كل حزن أو قلق يسمى اكتئاباً، فعندما يستخدم الأطباء وصف اكتئاب فهم لا يعنون حالات الحزن البسيطة، وإنما حالة مرضية شديدة تؤثر جسمياً وعقلياً وتستمر عدة أسابيع. يسلط هذا الكتاب الضوء على مفهوم الاكتئاب عند البالغين والأطفال وأبرز أعراضه، ويعرفنا الأسباب التي يمكن أن توصل الفرد إليه وتجعله عرضة للكثير من الآلام والتقلبات المزاجية، وكيف يمكننا أن نتفاداها ونساعد أنفسنا ونقدم الدعم للغير في مواجهته، وما سبل العلاج اللازمة حتى نصبح أصحاء نفسياً وأكثر قدرة على التحمل والمواجهة. أولاً، الاكتئاب وأعراضه. الاكتئاب هو أحد أكثر الاضطرابات النفسية شيوعاً، ويعد مرضاً يصيب الجسد والذهن معاً. إذ تظهر أعراض نفسية وجسدية على المصابين به، تختلف من شخص إلى آخر ما بين أعراض ظاهرة وأعراض خفية. وبعض الأشخاص لا تبدو عليهم أي أعراض، لكن يكون سلوكهم غريباً أحياناً، ويصعب ملاحظته على نحو واضح وخصوصاً في المراحل الأولى من بداية مرض الاكتئاب. وهناك مجموعة من العوامل والأعراض التي تظهر على المريض، لكن تختلف من شخص إلى آخر، وتتنوع ما بين أعراض نفسية وجسدية وأعراض جسدية عكسية. أما الأعراض النفسية فمنها التوهم والهلوسة ومشكلات التركيز والذاكرة التي تعكر المزاج والقلق، كذلك فقدان الاهتمام بأمورنا تعودنا الاستمتاع بها ويعرف هذا بانعدام اللذة، وكذلك الشعور الدائم بالحزن والفراغ والخوف والضياع، والتفكير الكئيب الذي يدفع صاحبه إلى رؤية العالم في صورة سلبية، وربما أفكار انتحارية إذا وصل الاكتئاب إلى مرحلة متقدمة. وتتمثل الأعراض الجسدية في البطء الذهني والجسدي، ومشكلات في النوم أو الإفراط فيه، وفقدان أو إفراط الشهية يتبعه نقص الوزن أو زيادته في بعض الأحيان، وكذلك مشكلات الهضم. أما الأعراض الجسدية العكسية فتكون في زيادة الشهية والإفراط في النوم، وكذلك يعد الشعور بالألم والضغط من أكثر الأعراض شيوعاً بين المكتئبين، وغالباً ما تصحبه آلام الرأس والأمعاء والصدر. وعندما تصيبهم هذه الأعراض يقصدون المستشفيات معتقدين أن هناك ألماً في القلب، ولكن السبب يرجع إلى الاكتئاب، وهذا يسمى بالاكتئاب الباسم أو المقنع، إذ إن المصابين به لا يشعرون بالاكتئاب لأنه يظهر لديهم في صورة أعراض جسدية. أسباب الاكتئاب: تتنوع أسباب الاكتئاب وتتعدد العوامل التي تجعلنا عرضة للإصابة به، منها الجينات والشخصية ونمط تفكير الشخص والمحيط العائلي والضغوط النفسية، وكذلك أمراض الإعاقة طويلة الأمد والأمراض الجسدية وبعض الأدوية والعقاقير. أما دور الجينات فيمكن أن تؤدي الجينات الموروثة عند الوالدين دوراً مهماً في الاكتئاب، ويبقى الاكتئاب موجوداً بحاجة فقط إلى بعض الأحداث الحياتية الضاغطة لتحثه وتثيره، ذلك أن الفرد بالتأكيد لن يصاب بالاكتئاب لمجرد أن أحد الوالدين أو أحد أفراد أسرته كان مصاباً به، ولكن ربما احتمالية ظهور أعراض مرض الاكتئاب ومروره به قد تزداد في المستقبل شيئاً فشيئاً، ولكن يختفي أو يقل دور هذه الجينات في حالات الاكتئاب الخفيف. وكذلك تعد الشخصية من العوامل التي تجعل الشخص أكثر عرضة للاكتئاب، فأصحاب الشخصية القلقة والاستحواذيون الذين يخفون مشاعرهم وأصحاب الأمزجة المتقلبة يكونون أكثر عرضة للإصابة، كما أن المحيط العائلي وما يحتويه من الأحداث والظروف التي تمر على الشخص في أثناء حياته يؤثر تأثيرا شديدا في الطفل أو في الشخص. أيضا سوء المعاملة أو الأذى الجسدي للطفل في الصغر، أو الآباء مثل الأب المتسلط الذي دائما ما يعنف أولاده، وكذلك نوع التربية التي لا يتلقاها الأشخاص والتي قد تدفع بهم إلى الاكتئاب في المستقبل.
قد يسهم التحرش الجسدي أو الجنسي في إصابة بعض الأشخاص بالاكتئاب. كذلك نمط التفكير في الأشخاص الذين يملكون أفكاراً سلبية تجاه أنفسهم والمجتمعهم أكثر عرضة للاكتئاب. كما أن الأمراض الجسدية المزمنة وطويلة الأمد وأمراض الإعاقة التي يفتقد فيها الراحة والاستقلالية والقدرة على الحركة والثقة بالنفس قد تدفع بالشخص إلى هوية الاكتئاب. كما أن هناك بعض الأدوية التي تسبب الاكتئاب ويكون ضمن أعراضها الجانبية الإصابة به، مثل الأدوية المستخدمة في علاج الصرع وبعض أدوية العلاج الكيميائي المستخدمة في علاج أمراض السرطان والأدوية المضادة لارتفاع ضغط الدم وحبوب منع الحمل والمهدئات القوية وبعض المسكنات التي تستخدم على المدى البعيد مثل مسكنات التهاب المفاصل والربو. أنواع الاكتئاب: تختلف حدة درجات الاكتئاب وأنواعه بين الأشخاص ما بين الشديد والمتوسط والخفيف، ولكن منها أعراض وخصائص واضحة ومميزة. أما الاكتئاب الخفيف ففيه يعاني المرء تعكر المزاج بين الحين والآخر، وعادة ما يكون هذا النوع نتيجة لأمر مرهق سبب القلق لشخص، وغالبا ما تكون تغيرات الحياة كافية للإصابة به. أما الاكتئاب المتوسط فيسبب تعكر المزاج دائما، وتظهر معه بعض أعراض المرض الجسدي، ولا تسبب تغير الحياة وحدها هذا النوع، وغالبا ما يحتاج هذا النوع إلى المساعدة الطبية. أما الاكتئاب الحاد أو الشديد فهو مرض يهدد حياة الإنسان ويترك على الجسم أعراضا شديدة. قد يعاني المكتئب اكتئابا شديدا من أعراض جسدية، وقد يعاني أيضا التوهم والهلوسة، وفي الغالب قد يؤدي إلى الانتحار، لذلك يحتاج إلى علاج وتدخل سريع تفاديا لخطر الإقدام على الانتحار. وهناك عدة مصطلحات أخرى لوصف أنواع الاكتئاب التي تصيب الإنسان، ومنها الاكتئاب المتكرر، الاكتئاب المزمن الذي يستمر أكثر من سنتين، وهناك الاكتئاب الارتكاسي أو التفاعلي والذي يكون نتيجة ضغط مثل فقدان وظيفة ولا يدوم فترة طويلة، وهناك ما يسمى بالاكتئاب ثنائي القطب، وفيه يتغير مزاج الأشخاص الذين يعانونه بين الجيد والسيء وبين الاكتئاب ونوبات من الابتهاج غير الطبيعية. أما الاكتئاب المقنع ففيه لا يعاني الشخص أعراض الاكتئاب بل تظهر في صورة جسدية عليه، وهناك الاضطراب العاطفي الموسمي ويكون مرتبطا بالتغيرات الموسمية ويبدأ بصورة اضطراب عاطفي في الأوقات نفسها من كل عام، وتكون أعراضه أكثر وضوحا وشدة خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض معدل أشعة الشمس وتراجع ساعات النهار. وتشمل الأعراض الشائعة النوم أكثر من اللزوم والشعور بانعدام الطاقة ورغبة شديدة في تناول الشوكولا والإفراط في تناول الطعام. النساء أكثر عرضة للاكتئاب، فلما؟ أثبتت الدراسات أن عدد النساء اللاتي يتعرضن للاكتئاب يعد ضعفي عدد الرجال، وأنه يوجد امرأة من أصل 4 نساء على الأقل تعاني، في حين يصيب الاكتئاب رجلا من بين كل 10 رجال، وذلك لعدة أسباب، منها أن المرأة أكثر عرضة للاكتئاب من الرجال، كما أن المرأة تزور الطبيب أكثر من الرجال، لذا يجب الطبيب فرصة لتشخيص إصابتهن بالاكتئاب، كما أن الفارق الجسدي بين الرجال والنساء يجعلهن أكثر عرضة بسبب الهرمونات الشهرية وهرمونات في أثناء الحمل والولادة. وتتعدد أنواع الاكتئاب الخاصة بالمرأة، فهناك حالات تصيب النساء فقط وتحدث في مراحل مختلفة من حياتها، منها اضطراب ما قبل الحيض حيث تعاني النساء التوتر وألم البطن مع التهيج والعصاب وعدم التفهم وسرعة الانفعال، وعادة ما يكون الدعم والتفهم والتعاطف والحل الأمثل. وهناك اكتئاب ما بعد الولادة حيث تعانيه نصف الأمهات الجدد في الأسبوع الذي يلي الوضع، ويشعرن بالضيق والحزن بسبب المسؤولية الشديدة والسهر طوال الليل على راحة الطفل مع الآلام، ثم يعودن إلى حالتهن الطبيعية بعد فترة تتراوح بين الأسبوعين والسنة مع الحالات الشديدة، ولا يحتاجن سوى الدعم من الشريك والحب والتفهم. أما الحالات أصحاب الدرجة الشديدة فتحتاج إلى أدوية مضادة للاكتئاب والعلاج الإدراكي السلوكي. وهناك اكتئاب سن اليأس ويكون قبيل دخول المرأة في مرحلة انقطاع الطمث، ويكون التغير الهرموني هو السبب وراء هذا الاكتئاب، حيث تطرأ عدة تغيرات هرمونية تؤدي إلى هذا الانقطاع، وخلال هذه الفترة
تكون المرأة معرضة جدا لإثارة الاكتئاب وللإصابة به. وعلى الرغم من هذا، فإن معدلات إصابة النساء بالاكتئاب ترتفع بسبب ظروفهن الاجتماعية أكثر من الأسباب الهرمونية. اكتئاب الأطفال. تتشابه أعراض الاكتئاب عند الأطفال والبالغين في أوجها عديدة، مثل التغيرات في المزاج وضعف مستوى الطاقة والتركيز، وتختلف في بعضها، فلم يحدد العلماء عرضا ثابتا تظهر وتتفق فيه الكآبة عند الأطفال، وتختلف أعراضه من طفل إلى آخر وفقا للعمر، وتتمثل أعراضه في أذية النفس وفقدان الاهتمام بصورة عامة فيما يحيط بهم، والميل إلى الانعزال عن الآخرين، بينما يكون عند البعض الآخر في تغيرات سلوكية خاطئة وحدة في التعبير أو تراجع في الأداء الدراسي. وهذه الحالات لا تستطيع العلاج أو السيطرة عليه، فلا تتطلب سوى المراقبة. كذلك تتشابه الأسباب التي تؤدي إلى الاكتئاب عند الأطفال مع أسبابه عند الكبار، كالجينات والشخصية والمحيط العائلي، ولكن تظهر أسباب خاصة بالأطفال مثل الترهيب والاهتمام المفرط والنمو الاجتماعي. ومن أسباب الاكتئاب الشائعة عند الأطفال تعدد المشكلات الأسرية بين الأبوين أو انفصالهما، أو المشكلات مع صديق مقرب، حيث إنها تؤثر في الطفل بدرجة كبيرة، وكذلك الضغوط التي يواجهها في المدرسة أو تعرضه لموقف تنمر من جانب زملائه أو أقاربه، وكذلك التحرش الجسدي به، ذلك أن أكثر الأطفال عرضة للاكتئاب هم الأطفال المعنفون والذين عانوا أحداثا حياتية مؤلمة أو يعيشون وسط عائلات تملأها المشكلات. وهناك عدة خطوات يمكن عن طريقها تقليل احتمالية الإصابة بالاكتئاب أو علاجه والتعامل معه في مراحله الأولية، ومنها ممارسة الرياضة بانتظام، والنوم والتغذية السليمين، والمحافظة على شبكة اجتماعية دعيمة من الأصدقاء والعائلة، وبخاصة في أوقات الأزمات، والتخفيف من حدة الضغط العائلي، والمساعدة الذاتية عن طريق معرفة معلومات كافية وموثوقة عن الاكتئاب. وفي حال لم تتحسن الأمور، فإنه يلجأ إلى الطبيب للمساعدة بالعلاج النفسي الفردي الداعم والعلاج الإدراكي السلوكي والمساعدة الذاتية الموجهة. كما يجب عدم استعمال مضادات الاكتئاب منذ بداية الطريق سواء للأطفال أو المراهقين. مرحلة العلاج وتقديم الدعم للآخرين. هناك ثلاثة أنواع للعلاج يعتمد الطبيب المعالج على أحدها، وهي العلاجات النفسية، والعلاجات بالأدوية المضادة للاكتئاب، والعلاجات الجسدية. أما العلاجات النفسية فتعد أكثر أنواع العلاجات شعبية في حالات الاكتئاب، فهي لا تتطلب تناول الأدوية، لأن العلاج فيها يكون بالجلوس مع المعالج والإفصاح عما يقلق الشخص ويثقل كاهله، وغالبا ما تتطلب هذه العلاجات وقتا طويلا والتزاما، ولا تنفع في حالة الاكتئاب الشديد. أما العلاج الجسدي فيكون للأشخاص الذين لم تتحسن حالتهم بالعلاج النفسي، والذين يعانون ظروفا طبية معينة ولا يستطيعون تناول الأدوية المضادة للاكتئاب. وفي الحالات الشديدة التي لا تنفع معها العلاجات الأخرى، يستخدم العلاج بالصدمات الكهربائية الذي يعد علاجا فعالا وسريعا للاكتئاب، ويتم بإعطاء حقنة تخدير للمريض لفترة قصيرة لتساعده على النوم والاسترخاء، ثم يضع الطبيب قناع الأكسجين على وجه المريض النائم، ويقوم بتمرير شحنة كهربائية صغيرة عبر الدماغ باستخدام أقطاب كهربائية توضع على جبينه. هذا بالنسبة إلى الطبيب. أما الدور والدعم الذي يمكننا أن نقدمه لمساعدة الشخص المكتئب، فيتمثل في شعور عدد كبير من المكتئبين بالصعوبة في تقبل مساعدة الآخرين له، لذا يجب عدم الضغط عليهم. وعلى الرغم من أن الكلام يساعد المكتئب على تخطي مشكلاته، لكن الاستماع قد يكون بالنسبة إليه مصدر إزعاج وضيق، وكذلك ينصح بمحاولة دائمة لغرس الطمأنينة في قلبه مع إعطاء النصائح السريعة وعدم مقاطعته، وكذلك منحه الوقت والمساحة الكافية ليقول كل ما يشعر به، مع محاولة رؤية ما يقول من منظوره وتقدير مشاعره والتعاطف معه، مع الحرص على الاتصال الدائم وتقديم المساعدة إلى أن يتحسن. وفي حال الشعور بأن هناك أفكارا انتحارية تراوده أو أنه معرض للخطر، يجب عدم تركه وحيدا ووضعه تحت المراقبة والاتصال بشخص قادم على تقديم المساعدة أو أحد أفراد عائلته. وختاما، يعد الاكتئاب أحد أكثر الأمراض المنتشرة في العالم ومرض العصر،
وجميعنا معرضون له بدرجات مختلفة نتيجة ضغوط أو مواقف مؤلمة نمر بها كموت عزيز أو فقد وظيفة وغيرهما. وليس هنالك طريقة واحدة تصلح مع الجميع للوقاية من الاكتئاب، لكن هناك بعض الأمور يمكن القيام بها فتساعدنا على الوقاية منه، كأن تتخذ تدابير للسيطرة على التوتر، كما أن الرفع من مستوى البهجة والتقدير الذاتي من شأنه أن يساعد. ويعد الدعم من قبل الأصدقاء والأهل وبخاصة في فترات الأزمة يمكنه أن يساعد في التقلب على حالات الاكتئاب. فما رأيكم في هذا الكتاب؟ اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا دعمنا باشتراك وبإعجاب وبتفعيل زر الجرس.